اينما ارتحلت يرتحل مع الزبائن تاعها والمستهلكين يحبوها في كل مكان. كل ما ندخلوش هنا للمعرض راح يحوسوا علينا ويحوسوا علينا اكيد ويعيطوا لنا في التليفون وراكم وارواحوا. انا اليوم جيت على جال الامر هذا، جيت قالوا لي بلي ما يحوسوا عليكم، وهذا شيء فرحنا. على كل حال شركه بروتيس هي صديقه كل ما هو جزائري، صديقة أول شركة اللي تقول باللي أنا شركة بروتيليس أقدم هذا المنتوج، أقدم بأيادي جزائرية وبأعمار وبنساء جزائريات اللواتي هن في أعمار غير متقدمة قايمين بهذا المشروع هذا واقفين عليه وخبرة أكثر تاني. والحمد لله مازال تقدم شركة بروتيليس أكثر وأكثر في ميدانها. نقدر نقوله باللي البرودوي تاعنا يقدر يكون في تركيا، يقدر يكون في العالم، ويقدر يكون في كل مكان. مع ذلك حبدا أن لازم نحطوا اليد في اليد. نتمنى من منبرنا هذا، منبر قناة زيرتوب، نقولوا بلي كل الشركات لازم هتواصل على هذا المنوال. ما هذا المنوال؟ المنوال هذا لازم نواصلوا على التكاتف، أننا ديما نروحوا القدام، ديما ماشي لازم نقلدوا بعضانا، ماشي لازم ندير أرتيكل كما دار هذاك، لازم ندير أرتيكل تاعي أنا وحدي ما يعنديش فيه. يعني خير أنت، خير واختار، عاون، خلي الإرادة تاعك تكون أكثر، خلي معناها الاختراع تاعك يكون أكثر، ماذا بينا الاختراعات تكون أكثر، ماذا بينا ماشي واحد عند واحد. بكل صراحة شركة بروتيليس تلقات مشاكل كثيرة، من بين المشاكل هذه تلقينا أن المنتوج تاعنا يسمعوا فيه الغير. هذا الامر لحقناه للسلطات العليا، ان شركه بروتيليس راهم يخدموا نفس السلعه تاعها، وهذا الامر ما ارفضه جمله وتفصيلا، ارفض هذا الامر هذا جمله وتفصيلا. شركه بروتيليس باتت عبر الولايات يخدموا في المنتوج تاعها، وهذا الامر هذا نرفضوه، ونتمنى من السلطات العليا خاصه وزاره التجاره انها تضع حد للشيء هذا. انا ندور عبر الولايات ونشوف المنتوج تاعي يخدموه، لازم وزاره التجاره تدير حد للشيء هذا. نتمنى أنها تكون وساطة في الأمر هذا لتقطع كل الأمور هذه، لتقيس كل ما هو أراد يدفع بالوتيرة أو وتيرة الصناعة أو وتيرة التصدير. ماذا بينا إن شاء الله نروح للبعيد إن شاء الله للتصدير أكثر. والحمد لله شركة بروتيليس كباقي الشركات طرقت باب التصدير، ورانا في الوهلة الأولى تاع التصدير الحمد لله. رانا نعرفه ونديره في الاتصالات ما بين أصدقائنا الإفريقيين والعرب أيضا، باش نكونوا حنايا من أولى، ما نقولوش من أولى لأن كان شركة قبلنا الحمد لله مثلت الجزائر أحسن تمثيل، وسفرائنا وقدموا الأكثر للجزائر نشكرهم على ذلك من منبرنا هذا. ولكن نحن نقولوا راح إن شاء الله نواكبوا أكثر وأكثر، لأن ما نطلبوش حنايا حنحوسوا على الكم. شحال واحد يروح يصدر سلعة للخارج؟ ماشي نقولوا بلي واحد يصدر 30 سنة هو يصدر. احنا نتمناو أن التصدير لازم يكون كما، شحال واحد لازم يصدر؟ ما نتمناوش أن واحد يصدر برك، ماذا بينا 30 شركة، 40 شركة، 50 شركة هي اللي تصدر. أما باش نقولوا واحد يصدر نفرحوا به، ما نفرحش أنا بواحد يصدر. لازمنا كاع نصدروا السلعة تاعنا. الجزائر مادام حبسوا لومبورتاسيون، حبسوا الاستيراد، مطالبين أن يسهلوا الأمور للتصدير إلى الخارج. ماذا بينا من السلطات العليا أنها تسهل الأمر هذا بكل صراحة. هذا الأمر نقولوا من منبرنا هذا، من منبر قناة زيرتوب، أننا ماذا بينا الدولة الجزائرية تقوم بإعانة مباشرة إلى كل التجار اللي عندهم القابلية أنهم يصدروا ويعاونونا للأمام باش نكونوا كما وعددا أكثر للتصدير، ولما لا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.